بطريقة إبداعية وإتقان ودقة بتحسسنا بجمالية وواقعية الصورة. خلونا نستقبل سوا فنان البورتريه نصر سلامي لنحكي عن تجربته الرائدة باستخدام تقنيات الديجيتال في الرسم. يسعد صباحك. صباحك أهلا وسهلا فيك. رب. أهلا وسهلا فيك. ويمكن حكينا سابقاً عن حضرتك، واليوم رح نرجع نحكي قديش فعلياً اليوم إذا نحكي عن بورتريه، يعني ليه اخترت البورتريه؟ وفعلياً أخذ ضجة كتير كبيرة، يعني من أجمل فعلياً الرسمات إذا بتشوفها لبعض الشخصيات هي بورتريه وطريقة تعبير الفنان من خلال هي اللوحة. تماماً، هو بالبداية رسم الوجوه هو من أجمل الأشياء، لأن صحيح. إحنا عم نرسم ملامح الناس، اختصيت بهذا المجال لأن الفن متوسع، في ناس ترسم تجريدي، في ناس بترسم بورتري وجوه، فاختصيت بهذا المجال لأنه بحبه لهذا المجال. هو أوسع للشغل حتى، يعني الناس تطلب أنه أرسمه. صحيح. يمكن الشيء اللي بيميز شغلك اليوم انه بترسم لاكثر من فنان عربي، خلينا نوضح كيف عم تكون الاصداء من جهتهم، كيف عم تكون رده الناس على شغلك. تماما، انا بالبدايه كنت لما اقدم لوحات لفنانين كانت الغايه انه الانتشار الاوسع، بس هي فكره غلط، لازم يكون الاستهداف للجمهور، لجمهور الفنان. طب خلينا نوضح مين الفنانين اللي يعني رسمتهم، كيف تفاعلوا معك؟ بين الممثلين هن. بس مثل ما عم خبرك، هو الأصح أنه الواحد يتوجه لجمهور الفنان. أكيد. يعني مثل الأشخاص اللي بيعملوا إعلانات، هدول اللي بيفيدوا بالانتشار، لأنه المتابعين اللي عند الفنانين هن معجبين فيه. صحيح. طيب خلينا نحكي عن تقنية الديجيتال، يعني لما نحكي عن هي التقنيات لأي حدا فعليا مبلش هلا بهيدا المجال الفني وبتلاقي بده يعرف هو الخطوة الأولى وكيف يبلش، من حضرتك كيف رح تكون هي الخطوات؟ وإذا بنقول تقنيات الديجيتال فعليا قديش بتفرق هون بعملية الشغل؟ تماما، نحن بزمن السوشيال ميديا والتطور، والفن لازم يتطور كمان. صحيح. تقنية الديجيتال آرت هي مبلشة من 1960، بس ما كان فيها التطور الزيادة، كانت على الكمبيوتر، وهلا عم تنتشر بشكل أوسع. تطور كبير سريع لقينا يعني فعليا. تماما، والذكاء الاصطناعي هلا عم بيسهل هذا الشيء، بس بيختلف طبعا عن الشغل اليدوي بالديجيتال ارت. يعني عم نتابع نحن والمشاهدين بعض أعمالك، خلينا نوضح مثل هيك لوحات قد ايه ممكن تستغرق وقت اليوم؟ هلا اللوحات بتستغرق وقت يعني حسب 6 ساعات 12 ساعة حسب المزاج، حسب كل لوحة يعني، حسب ولا حسب كل لوحة وعدد الأشخاص ونوع اللوحة. هلا عم شوف بعض اللوحات لحضرتك، شو هو المختلف بين فينا نقول شغل الإيد ولا الديجيتال؟ يعني كيف فينا نفرق هلا هون عم نشوف عبر الشاشة، والاختلاف كيف عم يكون هو فعليا، بالدقة ولا بالسرعة ولا بالوقت؟ تمام، هلا رسم الفحم بياخذ وقت اكثر من الديجيتال، وصعوبه اكثر لانه بالفحم ما في غلط، التراجع صعب فيه، صعب الواحد يمحي. بالديجيتال ببساطه فيك تتراجع بكبسه زر. تماما، في تقنيات كثير بتساعد بانك تزيد جماليه لوحه الديجيتال، بانك تضيف عليهم ستيكرات والوان وهي القصص الترند. عم نشوف انك عم تركز على الالوان الابيض والاسود اكثر من الملون، شو السبب هون؟ تماماً. ليش توجهك لهي الالوان؟ تماما، انا حاولت اني اعمل لوحات الفحم ابيض واسود والملون الديجيتال بدل الزيتي. قد ايه صار لك نصر تقريبا بهيدا المجال؟ صار لي تقريبا مهنيا 8 سنين. طيب اي حدا جديد عم يتابعنا، شو هي الخطوات الاولى اللي لازم يقوم فيها خصوصا بهيدا الوقت والظرف للانتشار؟ يعني مو كل الناس بحالف الحظ فعليا وبتنتشر عن طريق السوشيال ميديا او بعض المشاهير ممكن يستقطبون، اليوم عم نشوف في فعليا عناء وعذاب لكثير من الفنانين الموهوبين حتى السوريين. مصبوع. اليوم عم يتوجهوا للسوشيال ميديا اللي هي فعليا اسهل واسرع طريق، لكن بدها شغل وتعب ووقت كثير كبير. تماما، هي الفكره بالاستمراريه، دائما ياخذوها قاعده انه النجاح مو هي الشهاده اللي بيحصلوا عليها، هي الاستمراريه بالشغل. بالبدايه السوشيال ميديا اليوم كثير بيساعد بالانتشار، في اليوم معارض جروبات كلها رسامين فيهم يعرضوا عليهم لوحاتهم، بس القصه بدها وقت لانه حتى يكون عندك ارشيف للاعمال حتى تعرضها انت. نصر، يعني لما اي شخص اليوم بده يبدا مشروعه يلي بحبه رح يلاقي اكيد كثير يمكن من الانتقادات، يمكن من الاشخاص يلي قريبين منه او الاشخاص يلي حواليه بشكل عام. خبرنا عن اول انتقاد، كيف تعاملت مع هذا الانتقاد؟ تماما، هلا بالبدايه بحس الواحد بشويه فشل، بحس بشويه فشل، بس بيلاقي يعني لازم نحن نشوف الكومنت السلبي
شو لازم نصحح احنا لحتى نتجنب هذا الشيء تماما، فناخذه بطريقه ايجابيه تماما. يعني ما اثر عليك، ما ضايقت او شيء، حاولت بيطور تحسن بيطور من شغلك، بيطور من الشخص. في ناس يمكن احيانا بتنتقد لمجرد الانتقاد، يعني في ناس فعليا نتجاهله اي تماما، ومو بس هيك، احيانا بيشوفوا ناس انسان ناجح او مشهور او فعليا عنده هي الكم الكبير من الناس متابعين، بتلاقي في نوعا ما بيحاولوا يكسروا من موهبته. قديش مهم اليوم هيدي الاستمراريه، لانه عمليه التنمر حتى على السوشيال ميديا صارت بشكل كثير كبير وبتاثر على نفسيه الشخص. بس قديش واحد بده يعمل توازن بين فنه وبين فعليا هي الناس. هي بالفعل الاستمرارية، لازم تركز انت على شغلك وعلى نجاحك وتضل مكفى. بدك تتجاهل كثير لانه رح تتعرض للكثير من الانتقادات بالبداية، او حتى لو ضليت مكفى وناجح تمام رح ينتقدوك بكل الاحوال. يعني خلينا نوضح، اليوم اي شخص ممكن ينعجب باللوحه او الرسمه وممكن يطلبها منك، انت اليوم عم تشحن للمحافظات؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. تماما، أنا بالبداية بلشت أول سنتين رسم بمحافظتي، بعدين بكل سوريا، والحمد لله اليوم لكل دول العالم. إن شاء الله بالتوفيق، يعني إن شاء الله اسمك يوصل للعالمية. خلينا نحكي اليوم، في فنان يعني كنت بتتمنى أنه ترسم له، أو مشهور مو بالضبط فنان، أو شخصية عامة بتتمنى فعليا أنه ترسم له ورسمت له، أو شخصية تطمح أنك ترسم له؟ بصراحة ببالي كتير إني أرسم للممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد. إن شاء الله. ناصر، أنت دارس حقوق؟ تمام. خلينا نوضح، كيف اليوم عم تجمع بين موهبتك بين دراستك؟ بحس هن مختلفين كتير. تماماً. بعيدين عن بعض أكيد. تماماً. أنا أكتر شيء بصراحة مركز على الرسم. وكمان بيفيدني بدراستي، لأنه هو الرسم بيخلي الإنسان رايق. فبيفيد هذا الشيء للتركيز حتى. أكيد. بالختام، لأي حدا عم يتابعنا اليوم، وكثير من الشباب الموهوبين السوريين موجودين فعلياً وحابين يبلشوا بشغلهم إن كان عن طريق السوشيال ميديا، شو هي النصيحة الأهم اللي بتقولهم إياها من خلال شغلك، وشي ممكن فعلياً يصطدموا فيه بس ما تخليهم يأثروا عليه أو ما يأثر على شغلهم بالمستقبل؟ تماماً، بالبداية حاول إلا ما توصل، استمروا، ضلوا عم تسعوا، بدها وقت، الانتشار بده وقت، بدك وقت لحتى تكسب ثقة الزبون. هيدي من أصعب الأشياء يعني اللي بيواجهها الرسام. بدك تستمر بأنك تشتغل بهذا المجال أنت، وبدك تتجاهل كثير من الانتقادات السلبية حتى تضلك مكفى بهذا الطريق. تمام. بالختام نصر، بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق لك، وفعلا لوحات جدا مميزة، يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لكم. أنا بدي أشكركم وأشكر كل الناس اللي عم تابعون. أكيد الفنان نصر سلامة، بدنا نشكرك أكيد على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى فعليا نستضيفك في حلقات قادمة، ونتمنى اسمك كفنان سوري يوصل للعالمية. شكرا كثير. شكرا كثير. أهلا وسهلا.